انا عبرت عن رايي بوضوح في هذا الشيء داخل المجلس الوطني وفي الفيسبوك وفي الاعلام، وغنعاود نقولها كما كانت عادتي دائما، ان تقيد القياده المستقيله منظور ورؤيه واراده قياده جديده لم تنتخب بعد خطا كبير وما خصوش يكون وما عنده معنى. اولا لانه الا كنا غنديروا اليوم سنه المرحله الانتقاليه، احنا ما غنكونوش كننتخبوا قياده سياسيه. الحزب في حاجه الى قياده سياسيه تعيد له الاعتبار سياسيا، غنكونوا كننتخبوا لجنه تحضيريه. هادشي كان ممكن نديرو، هاد القيادة المستقلة كان بإمكانها هي أن تشرف على التهيئ لمؤتمر عادي. مؤتمر عادي كنا غنوصلو في ديسمبر، أو لن تخبو لجنة تحضيرية، ولكن ما عندها معنى القيادة مستقلة وغير مستقلة تدبر. وأكثر من ذلك تريد أن ترهن منظور القيادة الجديدة للمرحلة المقبلة، وكتقرا لها هي الإكراهات، لا فيزافي دون القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، فيزافي دعم الدولة، فيزافي جو سي با كوا. إوا ما هي منين عندها هذا المنظور كامل وهذه القدرة؟ كتستمر الآن إلى هي استقلت وحطت السويرت، ترجع اللور وتخلي القيادة التي سيتم انتخابها بإرادة المؤتمر هي تقرا هذه الإكراهات كلها، المادية والقانونية والتنظيمية والدستورية واللي بغات، وفق مشروعيتها وشرعيتها تتخذ القرارات التي تراها مناسبة. ولكن هذه الوضعية اللي احنا فيها اليوم أنا أعتبرها وضعية شاذة، عندها معنى. استقلتي استقلتي، ما فيك مازال ما يدبر دبر حتى توجد المؤتمر العادي وتمشي، باش القياده اللي غتجي. حنا محتاجين قياده سياسيه ماشي قياده تنظيميه. قياده تنظيميه اي واحد فينا غنجيبوه غنعطيوه نقول له سير عدلنا المؤتمر، دير المؤتمرات الانتدابيه، جمع المؤتمرين، جيب القاعه، جيب الصحفيين، جيب كذا، دير هاندا درتي مؤتمر. ماشي هادشي اللي محتاجه حزب العداله والتنميه. هادشي كله انا بالنسبه لي متروك القياده التي سينتخبها المؤتمر. راه هذا مؤتمر فيه المغرب كامل، ماشي كيلعب. منين غينتخب قيادة؟ هذيك القيادة اللي غتجي هي قاصرة، ما غيبانوش لها الإكراهات، ما غيبانش لها أنه مؤتمر استثنائي، ما غيبانش لها شنو كينتظرها من تحديات سياسية أولا، حيت شتي هذاك المنظور التنظيمي الضيق اللي رهن الحزب في هاد السنوات هو اللي أدى بنا النتيجة 8 شتنبر. أنا ننظر الحزب على أنه كيان تنظيمي خصو يشتغل تنظيميا، حنا في حاجة إلى إعادة الاعتبار سياسيا للحزب. إذا خلينا نجيبوا قيادة سياسية اللي غدير هاد الخدمة، سينو إلا بغينا غير شي مرحلة انتقالية هذيك راه ما ندويوش فيها على رهانات سياسية، فيها على رهان تنظيمي عادي. أي قيادة كيما بغات تكون، أنا بالنسبة لي أي مناضل نجيبوه من أي بلاصة غيقد يوجد لنا المؤتمر بهذيك الطريقة التنظيمية الجافة اللي كنهضروا عليها. أنا التعليق ديالي غنديرو في الصندوق، أنا واضحة الرؤية بالنسبة لي وأعرف لمن سأصوت، وأنا كنعتقد بأن المؤتمرين كلهم راهم عارفين وواضحة لهم الرؤية وشهدوا النقاش اللي كان داخل الحزب دوبي 2017 ولا قبل، وحنايا في النقاش الى الان. اللي مازال ما واضحاش عنده الرؤيه كنتصور بانه حقيقه ما خصوش يكون مؤتمر في حزب سميتو حزب العداله والتنميه، ولذلك انا الرؤيه ديالي غنديرها في الصندوق.